قطعت 5700 كيلومتر عبر أرجاء الصين. إنها جولة أودي ترانسشينا تور 2011، مغامرة من طراز خاص. اختبر المشاركون سيارة أودي Q3 في 16 مرحلة على طرق مختلفة، شملت طرق المدن والطرق النائية للإمبراطورية ذات المليار نسمة. تحتل الصين الموقع الثاني في المبيعات، فنحن شركة رائدة هنا. إن تمكن أودي من بيع 300 ألف سيارة في هذا العام يجعل من الصين أكبر سوق للشركة. وهذا سبب كاف لأودي كي تقوم باختبار موديلها الجديد CUV في شوارع الصين. أما نقطة البدء فكانت في العاصمة بكين، والهدف كان بلوغ هونغ كونغ. موديل Q3 الجديد سيبرهن في الطرق على أدائه بوجود صحفيين من شتى أنحاء العالم ليشاهدوا سيارة TSFI بمحرك سعة لترين وقوة 170 حصاناً. إنها سرعة لا بأس بها إذا ما أخذنا حال الشوارع الفوضوية في الحسبان مقارنة بما هو موجود في أوروبا. قواعد السير هنا مرنة، وغالباً ما تكون الأولوية لمن يستطيع المرور أولاً. ورغم ذلك يوجد نظام ما في الشوارع المزدحمة بالسيارات والدراجات الهوائية. إنه تحدي غير مألوف بالنسبة لمتسابق السيارات أندري لوترر. أنا معتاد على الازدحام في طوكيو، ولكن رغم ذلك فالأمر هنا مختلف قليلا، حيث يستخدم السائقون أصوات المنبهات كثيرا، وخطوط المرور ليست واضحة، والسير يتم من اليسار إلى اليمين، وعلى المرء التأقلم مع ذلك والاستمرار بالقيادة بلا مشاكل. 20 سيارة من موديل Q3 ستقوم برحلة عبر الصين. وتقوم أودي بإنتاج سياراتها في الصين منذ 23 عاماً. موديل Q3 أيضاً يتم تصنيعه وبيعه هنا. أما جلوس الصحفيين في السيارة فقد سبقته تحضيرات كثيرة. رخصة القيادة الدولية غير صالحة هنا، فحصلنا على رخصة قيادة صينية للسائقين، وتستغرق هذه الإجراءات 3 أشهر. أما الحصول على الفيزا فيستغرق وقتا طويلا، فكان علينا الإعداد مبكرا للأمر واختيار من يرافقنا إلى هنا. الرحلة في بلد المليار نسمة تقود إلى مناطق مختلفة، حيث نشاهد مدنا عملاقة مزدهرة، كما أن هناك عمارات تتألف من 60 طابقا. ورغم ذلك نعثر على رجال ونساء في المتنزهات لديهم الوقت الكافي للتأمل والتمتع. كما تلتقي روح الاستهلاك مع العقيدة الكونفوشيوسية، فعلى بعد عدة كيلومترات من المدن العملاقة يعيش المواطنون في قرى صغيرة نائية طرقها معبدة لكن علامات الإرشاد قليلة. سيارة Q3 تتغلب على هذه الممرات بسهولة. تمكنت أودي من تحقيق النجاح في سوق آسيا، وهدفها تجاوز عدد المليون سيارة الذي باعته في السنوات 23 الماضية إلى الضعف في السنوات 3 المقبلة. أما سيارة Q3 ورحلتها عبر الصين فهي دعاية جيدة لأودي، وتم الأمر دون أي حادثة أو عطل سوى عطل في الإطارات. لقد تمكنت سيارات Q3 20 من قطع 5700 كيلومتر بكل كفاءة.